جدنا. السلام عليكم مرة أخرى مشاهدين الكرام. زلنا في الطريق الرابطة بين تطوان وشاون، أشغال مكثفة ومناظر جميلة وعملية شق للطرقات بهذه المنطقة مشاهدينا الكرام. يا سلام يا سلام يا سلام عليكم. وحدة وحدة نفكوا هذه الحجاية ونشوفوا هذه الطريق، هذه ذكرتنا بأيام طريق الوطنية رقم 9 اللي كتربط ما بين مراكش وورزازات، وعملية شق الجبال وشق الطرقات كما كنلاحظوا أمامنا، عملية شق الطريق اللي غتختصر لنا الطريق من هنا مباشرة بدل ما نمشيو نجيبو الدورة ونخرجوا. فعملية شق الطريق غادي تكون من هنا مباشرة، والتوسيعة أيضا اللي غتصبح، كانت عندنا الطريق هنا فيها 5 ديال الأمطار وغادي تصبح ما شاء الله غتولي فيها تقريبا واحد 16 متر. اللهم بارك وزيد في ذلك. قبل ذلك عملية تسوية الجبل، ومن بعد داروا لي دالون ديال هاد الممرات المائية ما شاء الله من جنبات الطريق، باش الأمطار منين تهبط تلقى الماء منين يدوز مباشرة في اتجاه هاد الطريق. وعملية شق الجبل اللهم بارك. اذا لاحظوا معايا مزيان، هنا كاين جبل، كان جبل كامل، هذا كله كان جبل. اذا هاد الناس هادو فكروا مزيان ولقاو الحل المشكل ديال هاد الفيراج هذا الخطير. الوسام الذهبي سريع الصوت، نقل غزاله الوسام الذهبي سمير الليل نقل. يا سلام على النقل، سير عليك الساتيام تتبان. اذا مشاهدينا الكرام كنلاحظوا مزيان، لاحظوا معايا مزيان، الارض تنكلات شقات الطريق. سير الله وليدي سير، لا يصح الا الصحيح. اذا هاد الطريق هادي صافي غادي تانولا عما قريب، وهنا ولات عندنا طريق مباشره اللهم بارك مع فريق لينيفير باطا مشاهدينا الكرام، اللي صبحت عندنا طريق كبيره واسعه وعريضه. من بعد ما حفروا الجبل وقسموه على جوج، عمليه تسويه الان خدامه النفلوس امامكم، وفي نفس الوقت كاين لي بوكلان لداخل، مازال عمليه الحفر اللي غادي نخرجنا للطريق من ليه، اللي غادي نربحوا شحال ديال الاوقات من هاد الجنبات من هنا، غادي نربحوا وقت كبير اللهم بارك. السلام عليكم، الله يعاونكم. السلام عليكم، الله يعاونكم. اذا لاحظوا معايا، اذا تحيه لفريق لينيفير باط، فريق طنجاويين شماليين ريفيين اللهم بارك، مشروع كبير. هذوما المشاريع اللي كتدخل البهجه والسرور، وكنحسوا بانه كاينه بنيه تحتيه فعلا تتغير، وكاينه بنيه تحتيه كتجدد على طول السنه اللهم بارك في خدمه المواطن. اذا الى مشينا من هنا نيشان غنخرجوا على الطريق هذه. تحيه خاصه للفريق ديال لينيفير باط، من الفروق اللي اكتشفناها شحال هذه في مدينه الرباط في العروره، بعد ما
هنا ولينا جوج ديال القناطر تبارك الله ما شاء الله بيان اورغانيزين حتى هما بيان ايكيبي ماتيريال 5 يعني مقاوله ما عندنا ما نقولوا اللهم يسر هادشي اللي تيفرح. اذا لاحظوا معايا ترى تقريبا راه كاينه 20 متر اللي هي كتبان لي راه كاينه تقريبا واحد 30 متر او ما يزيد يعني كاين واحد العمق سحيق يعني جبل جبل نيت. اذا هذه طريق قرويه مشاهدينا الكرام منطقه قرويه كتربط ما بين تطوان و شفشاون تيقولوا ليها خروبه منطقه خروبه معروفه بني حسان مسجد القوادس تحيه لهاد الساكنه باين لي انا ريبولي او دخلوا او ما كاينش هاد الناس بغاو يربحوا الوقت في الطريق ما كاينش تخرجيش عمليات شنو بغا يديروا الطريق بغات بحال غتولي مستقيمه ما غيبقاش داك الفيراج هكا هكا هذا هو الهدف من هاد الشيء هو الامان والمبدا الامان ومبدا السلامه ومبدا ربح الوقت. ها دابا هاد الفيراجات ما غيبقاوش هانتوما لاحظوا معايا واحد الجبل هذا حدا المسجد تيقولوا له مسجد القوات شوفوا هنا الطريق في الجبل حتى هي راه كلاوها دخلوا منه اذا هذيك الطريق غادي تجي من هنا واحتمال كبير غادي نربحوا فيها بزاف ديال الوقت وغيدخلوا لهنا وغتولي عندنا الطريق هنا مباشره وتمشي بحال هكا وايضا ليه راه حتى ليه مصاب راهي راه البوكله مازال كاين الله يسخر هادشي جميل والله جميل اذا المشاهدين الكرام حاولت ما امكن نعطيكم فكره على اش واقع في هذه المنطقه سير العام الاشغال سمحوا لينا الى زقنا شي حاجه راه مع العياء والتعب والسهر والسوقان وهادشي كلشي بوحدي عاونونا غير بلايك والدعاء ديالكم بالتيسير اللهم بارك علاش كنقولوا ديما اللهم بارك اذا لا دار الله البركه في هذا الشيء راه هذاك هو الربح الدنيا وربح الاخره. اذا مشاهدينا الكرام على وقع هذه الاشغال التي تدخل البهجه والسرور الى القلب وكتفرح بان المغرب في طور النمو والتقدم والازدهار استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه هذا اخوكم سيمو من قناة مشاريع المغرب وكنقول لكم تحية ديال هاد الناس الزينين الطيبين عمال ومستخدمين ومؤطرين وشوافرية أنقل لكم تحياتهم لكم مشاهدينا الكرام إلى اللقاء لنيفيرباط السلام عليكم ما تنسوش لايك. الكرام لما ساليت ومشيت بحالتي هذا النموذج ديال الطريق ها هما راه زفتو الي وروتور دو فوا دو فوا ومازال ما فينيش وكيبان روعه في نفس المنطقه وهنا داروا واحد المدار جميل 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 ما كاين محسن من النظام اللهم بارك البردوله هي يعني راه مازالين خدامين هنا كاينه فريميجا هذه راه طريق قرويه
ما بين منطقة قروية وشو كيديرها بالروعة ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. فريق لونيفير باط تحية لهم، هو الإدارة ديالهم، هاد الديبو ديالهم، المسائل ديالهم، المكتب ديالهم، روعة روعة والله يا روعة. شتو هاد الفريمي جانا راه مازال يلا باقي يلا كتخوى البيطون هنا يلا عاد كيجينا روعة. هنا التي بي اس باقي هنا ما مفينيش مازال ما كملش. جميل جميل والله جميل روعة. إذا المشاهدين الكرام كيف ما كتلاحظوا معايا الأشغال على قدمين وساق. اللهم بارك، إلى اللقاء.